أيضا للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. برحب بحضرتك. مشاهد مؤسفة يمكن بنشاهدها الآن على الهواء مباشرة، الحقيقة إنها مشاهد متكررة على قطاع غزة بنشهدها كل لحظة تقريبا، يعني بيسقط جراءها آلاف الأطفال والنساء العزل. بالتوازي هناك جهد كبير بتبذله الدولة المصرية في هذا السياق منذ بدء العراك الأخير أو الصراع الأخير الدائر في هذه المعركة بين قوات الاحتلال وأيضا الجانب الفلسطيني العزل. هذا التصعيد أولا، كيف ترى الدور المصري باتجاه القضية الفلسطينية والدور الأخير في طبعا منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر؟ الحقيقة أنا بحيي حضرتك على المقدمة دي. احنا شايفين قدامنا حاجة مش قادرين نتقبلها، يعني العقل مش قادر يتقبلها. اسمحي لي انا اتكلم بلغة الشارع شوية. طبعا الناس كلها زعلانة جدا والناس كلها مستاءة من اللي بيحصل، ووصلت فيها لمرحلة الاجرام والتجريم للقوانين والمعاهدات الدولية لدرجة ان اسرائيل ما بقتش شايفة قدامها بني ادمين، بقت تتصرف وكأن قدامها حاجة تانية غير البني ادمين. واحنا انا كانسان مش عارف فين حقوق الانسان، فين المجلس البرلماني الدولي لحقوق الانسان، فين المؤسسات، فين المعاهدات، فين الكلام ده كله. احنا الحقيقه شايفين حاجه قدامنا ما شفناهاش قبل كده ومش قادرين نستوعبها. ده بيوصلنا مباشره للموقف الشارع المصري، المصريين الجدعان، ولاد البلد، سيدات، شباب، رجال، شيوخ، كل الناس باللي هي شايفاه. وصلت المرحلة ان احنا اصطفينا صف واحد خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو احنا نقدر نقول النهاردة بمنتهى القوة الوحيد المتمسك بالقضية الفلسطينية. لازم الكل يسمع الكلمة دي ولازم الكل يبقى عارف الكلمة دي. الرئيس عبد الفتاح السيسي الوحيد اللي بيحافظ على الكيان المصري اولا وعلى الحدود المصرية وعلى المواطن المصري، وفي نفس الوقت بيحافظ على في معادلة صعبة جدا على القضية الفلسطينية وعلى المقدرات الفلسطينية، وبيدافع عنها بقوة وبيحاول بجهد كبير جدا ان يقف يوصل الى وقف اطلاق النار اللي احنا كلنا كمواطنين مصريين النهاردة معاه وبندعم هذا الاتجاه بقوة. والحقيقة احنا زعلانين جدا وحزنانين من اللي بنشوفه من تصرفات ومن موقف للمجتمع الدولي ومن بعض الدول الأوروبية اللي هي بتتشدق بحقوق الإنسان، وعندنا ما يعادل حوالي 40% من القتلى والشهداء من الأطفال. ده حاجة مش ممكن، مش قادرين نتصورها، مش قادرين نتصور اللي بيحصل من إسرائيل. إسرائيل لابد من إنها تعيد التفكير مرة أخرى فيما تفعله تجاه المدنيين، تعيد توقف إطلاق النار على المستشفيات، على المدن السكنية. الموقف غير طبيعي، والحقيقة احنا بنقول في النهاية ما بنملكش إلا إننا التفويض اللي احنا اديناه للسيد الرئيس بنقول له احنا بندعمك تماما، واقفين وراك. ويا سيادة الرئيس انت معاك 105 مليون مواطن، 105 مليون راجل، 105 مليون راجل يتمثلوا في سيدة وفي امرأة وفي فتاة وفي شاب وفي راجل وفي حتى الأطفال. كلنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتجاه اللي هو بيسري فيه لصالح القضية الفلسطينية، وأيضا للحفاظ على الدولة المصرية. معادلة صاحبة، ربنا يعينه وربنا يقويه. احنا كلنا معاه وبنشجع هذا التوقيت. استاذ تيسير، يمكن الموقف المصري واضح من هذه القضية، ظهر بالتأكيد من خلال اللقاءات والمبادرات التي أجراها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا والتقاء بعدد كبير جدا من رؤساء العالم طبعا في محاولة لتهدئة التصعيد. أيضا ترجمه ذلك مبادرة قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن الأمن القومي المصري خط أحمر، ومن حق أي دولة أن تحمي حدودها. كيف ترى الموقف المصري تجاه رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ومع ذلك السيد رئيس أيضا يعني بالتأكيد القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وأنه لن يتم تصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل؟ الحقيقة تمسك السيد الرئيس بحل القضية الفلسطينية وتمسك السيد الرئيس بعدم تهجير الفلسطينيين، وهو شرح لنا الحقيقة شرح الموضوع بالكامل في عدة اللقاءات اللي عملها واللي قالها سيادته. لو تهجر الفلسطينيين انتهت القضية الفلسطينية وانتهى الموضوع، وركبت إسرائيل على غزة
واصبح الفلسطينيين ما عندهمش مكان، مش ممكن، ما هو الاماكن اللي سابوها قبل كده ما عرفوش يرجعوا لها. تمسك السيد الرئيس بالقضيه الفلسطينيه وتمسكه بعدم تهجير الفلسطينيين هو اولى خطوات الحل وقوه الحل للقضيه الفلسطينيه بعدم تهجير الفلسطينيين. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، السيد الرئيس النهارده هو مسؤول عن مصر قبل اي حاجه تانية، فكون ان سيادته بيحافظ على ومنذ توليه الحكم حتى هذه اللحظه والقادم ان شاء الله بيحافظ على دولته، بيحافظ على الحدود المصريه، ما دخلش مصر في اي موضوع او اي حروب او اي اتجاهات، بل بالعكس كان داعم دايما للسلام وللسلم بين الناس وبعضها وباعاده الروابط مره اخرى. الامن القومي احنا من غير ما نتكلم احنا متاكدين، واحنا كرؤساء احزاب ونواب وسياسيين ومواطنين مصريين نثق تماما في السيد الرئيس ونثق في حكمته وفي محافظته على الحدود المصرية وعلى الدولة المصرية، اللي هي زي اي حد النهاردة. فاكر حضرتك لما جت تقريبا اوروبا لما في لندن لما قالوا ان الامن القومي ما بيبقاش قدامه في حقوق انسان، يعني هو هناك حتى اتكلموا عن الامن القومي بالنسبه له ما فيش حقوق انسان امام الامن القومي للمواطن الاجنبي. احنا نفس الكلام، احنا لا نقل عنهم في شيء، احنا لينا تاريخ ولينا علاقات ولينا قوه ولينا رئيس محترم بنحبه وبنقدره، لينا قوات مسلحه كلنا بندعمها وبنقف وراها، وشرطه مصريه بتحافظ على الامن والامان. كنا فين قبل 2014 وبقينا فين النهارده؟ انا الحقيقه مع سياده الرئيس في الحفاظ على الامن القومي المصري، وبشكر حضرتك على السؤال ده اللي لازم نساله للكل ونقول الامن القومي المصري والحدود المصريه والدوله المصريه والمواطن المصري فعلا خط احمر. القضيه الفلسطينيه السيد الرئيس مهتم بيها اهتمام تام، ومره ثانيه بقرر قدام الجميع ان الوحيد اللي متمسك بيها بقوه وباخلاص وبوضوح وما بيقوله داخل الغرف المغلقه هو اللي بيقوله في العلن، رئيس صريح بيتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، وعنده حكمه، عنده حكمة ربنا يديله الصحة، عنده حكمة علشان ما وصلناش لأمر يمكن في يوم من الأيام ما نبقاش مبسوطين منه. يمكن العالم أجمع سيد تيسير يعني شهد يعني جهود الدولة المصرية في طبعا الإسراع في توصيل المساعدات الإنسانية طبعا لحدودنا مع قطاع غزة، ذلك المعبر الذي يلتصق التصاقا وثيقا بالأراضي الفلسطينية، معبر رفح. كانت الدولة المصرية من أولى الدول التي دفعت بالمساعدات الإنسانية والطبية وغيرها، بالتأكيد بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومع مبادرات كثيرة وبالتأكيد التحالف الوطني وغيره. طبعا الدور المصري في هذا الشق تحديدا لا يغفله أحد، ومع ذلك يعني رغم كل يعني نستطيع أن نقول رغم كل الجهود الموازية في الطرف الآخر التي تمنع دخول هذه المساعدات، لأن مصر كانت حريصة على يعني دعم هذا الموقف وعلى تمرير هذه المساعدات. بالعكس حتى اليوم هناك العديد من السيارات والقوافل الكبيرة التي تنضم إلى القوافل التي وجدت هناك تحمل الكثير من المساعدات. هذا الموقف تحديدا وتحديدا أيضا جهود الدولة المصرية حول يعني المساهمة في إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، كيف ترى؟ مصر أم الدنيا، مصر أم الدنيا، هي دي مصر. الناس اللي واقفة على الحدود، السواقين اللي قالوا احنا هندخل تحت اي ظروف، لو الامور مستقره ولولا حكمه السيد الرئيس ممكن كان يحصل اي مشكله. الحكمه وقوه الرئيس في انه فتح المعبر، قوه الرئيس في انه حدد دخول المعبر بامور معينه، قوه الرئيس في انه قال لا مش هعدي الجنسيات الاخرى الا بدخول عربيات. رجل فاهم بيعمل ايه وفاهم كويس بمقدرات الامور بالنسبه له ماشيه ازاي. مصر بتساعد بقوه جدا، مصر الدولة الوحيدة، بقول مرة تانية الدولة الوحيدة اللي قدمت مساعدات أكثر من أي دول أخرى. مصر الدولة الوحيدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحملة المسؤولية أكثر من أي دولة أخرى، سواء كان بالمساعدات أو بالمؤتمرات أو بالتصريحات أو بأي شيء. مصر الوحيدة اللي هتبقى قادرة بقيادة السيد الرئيس على إنها تحل المشكلة الفلسطينية اللي حضرتك بتقوليه من دعم لإخواتنا الفلسطينيين. لو الأمور ما فيهاش مشكلة لدخول العربيات صدقيني والله كانت كل الناس المصريين مصريين جدعان، كان كل الناس شالت على كتافها وراحوا بيها
على فلسطين يقدموا لقواتهم. احنا اللي نقدر نعمله مش هنقدر نتأخر عنه ان احنا هنكون داعمين دايما للدولة المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كل يوم بيثبت للعالم كله وللمصريين جميع المصريين النهاردة ان هذا الرئيس رجل مصري بيحب بلده بيحب جيرانه متعاون مع الناس بطريقة غير عادية وبيتحمل اللي ما يتحملوش حد وخاصة من بعض أنا مش عايز أقول وعشان أعمل مشكلة لكن من بعض الأمور اللي ممكن حد غيره كان عمل بها مشكلة كبيرة. فإحنا مع الدولة الفلسطينية داعمين ليها لو اتفتحت الحدود المصريين هيشيلوا على كتافهم ويروحوا بيهم على إخواتهم الفلسطينيين نبني معاهم ونقدم لهم الأكل والشرب لأن اللي بيحصل ده بصراحة مش ممكن يتخيلوا عقل ولا يتخيلوا إنسان أين حقوق الإنسان من قطع المية وقطع الكهرباء وقطع الوقود إزاي الناس دي بتعمل في الناس كده إيش ممكن يتشدقوا بحقوق الإنسان وهم ما عندهمش فكرة خالص عن حقوق الإنسان. تحية تقدير واحترام للقيادة المصرية ولكل الناس اللي على الحدود اللي هي شايلة اللي سواقين بتوعنا والشركات والمجتمع المدني اللي واقفين هناك عشان يقدروا يدخلوا الحاجة. تحية للقوات المسلحة اللي بتساعد بقوة. تحية للشرطة المصرية اللي بتتحمل العبء هناك وشفنا امبارح اللي حصل في طابة. احنا كل حضرتك احنا بالنسبة لنا كمصريين واسألي اي حد هيقولك احنا مع الرئيس واحنا مع التوجه واحنا راضيين عن اللي بيعمله سيادة الرئيس في مساعداته لإخواتنا الفلسطينيين وبندعي لهم ان ربنا يشيل عنهم الغمة وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل في الناس كده. بشكرك شكرا جزيلا سيد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل على هذا التحليل المفصل. شكرا يا فندم.